في نساء كده الهيئة الكاريزما بتاعتها مستفزة لأبعد مما تتخيل للرجال، يعني دايما تخلي الراجل ودانه بتاكله دايما. الناس دي هنتعرف عليهم وهنتعرف واحنا بنقول كل أنثى ايه اللي بتمتلكه من صفات بيجعلها أنثى تتمتع بكاريزما مستفزة جدا للرجال، ونوضح ده كمان واحنا بنتكلم. ويلا بينا ومعانا النهارده على قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته قصة. أنا أجزم إن حوالي 50% من البنات بيتعرضوا ليها أو هيتعرضوا ليها. حبيته قوي وبعدين وأنا جنبه عمل حركة يعني ما تنفعش، فالمهم قال لي يعني تفاصيل كده، وبعدين راجع يقول لي عيونك تجنن بعد ما عمل حاجة. أنا مش عايز إن أنا أطول، ولكن القصة دي مثيرة وفيها درس مستفاد قوي. تابعوها على قناة اسأل محمد وعيلته، هكون سايب الرابط في أول تعليق ووصف الفيديو لو أنت على اليوتيوب، وفي التعليقات انزل لو أنت على الفيسبوك هتلاقيها وتشوفها. تابعوها قوي، مهمة ومثيرة ومفيدة قوي. برحب بأجمل ناس في الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد إن شاء الله عليكم، وربنا إن شاء الله ينصر إخواتنا في فلسطين وفي غزة إن شاء الله، ندعو لهم كلنا بالنصر. معانا أكتر 6 نساء بدرجات كده ممكن يتمتعوا أو هم بيتمتعوا بكاريزما تستفز جدا الرجال. وتوقعوا، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم، وجيد عرفنا بنفسه الرحب، واللي ما اشتركش يشترك ده عشان ما يفوتوش حلقاتنا أو إشعاراتنا بعد كده. في المركز السادس هي المرأة الحديدية أنثى برج الجد الترابي. ليه يا أبو زيد؟ عايزين نعرف، فهمنا كده وروقنا وهشتكنا وبشتكنا، ليه أنثى برج الجد مستفزة كاريزمتها للرجال؟ الأنثى دي مستفزة فعلا للرجال لأنها منشمخة، دايما أنثى برج الجد تمشي منشمخة، من الإناث اللي حاسة قوي بنفسها وتتمتع في ملامحها بعمق شديد جدا يستفز الرجال، ولا سيما الرجال قوية الشخصية. عشان كده محدش سايبها في حالها ومحسودة. أنثى برج الجدي من الإناث المحسودة برضه. هنخش في الجد أكتر وأكتر ونوصل لأنثى أشد في المركز الخامس. مين توقع هي أنثى برج الطور الترابي؟ بتيجي معانا في حلقة النهاردة حاجزة لنفسها المركز الخامس. التقل، الغموض، الكاريزما الفتاكة بتاعت أنثى برج الطور بتلعب وبتكون سلاح قاتل جدا عند الرجال، وبتستفزهم بدرجة عالية قوي، محسوسة وملموسة، محدش يقدر اطلاقا يحس بدرجتها قد أنثى برج الطور نفسها. دلوقتي موعدنا مع رباعي خط النار، 4 نساء الفتاكة، اولهم الأنثى الفتاكة، فتاكتها عالية قوي، الأنثى اللي بتيجي في المركز الرابع. لكن كالعادة اقول يا ريت ندوس لايك ونشير لو شايفين الحلقة دي عجبتكم، يعني توصل لأصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الإشعارات. أول أنثى في رباعي خط النار من توقع وكتب هي العقربة، فتاكة جدا أنثى برج العقرب، وحذاري من فتاكتها. غموض أنثى برج العقرب، جاذبية أنثى برج العقرب، ونظرة عيون أنثى برج العقرب، كل ده إضافة لثقتها في نفسها وكاريزمتها المعروفة عنها مستفزة جدا ولدرجة عالية جدا للرجال العقربة، عشان كده برضو محسودة ومحدش بيسيبها في حالها. في المركز الثالث في أنثى أشد في الموضوع ده وأقوى في الموضوع ده، هي العسل، أنثى برج الميزان. أنثى برج الميزان من الإناث اللي بتتمتع بكاريزما حاضرة ومشعللة وقوية وملفتة، وتستفز ايضا شريحة كبيرة جدا من الرجال، عشان كده برضو ما هم سايبينها في حالها. انثى برج الميزان من النساء اللي بينطبق عليها الكلام ده. هنعلى في المراكز اكتر واكتر، واذا ذكر موضوع بالعنوان ده او بالاسم ده فلا بد ان تكون الفارسة العنيدة حاضرة وبقوة حاجزة نفسها مركز قوي جدا في حلقة النهاردة وفي موضوع النهاردة. أنثى برج الحمل الفتاكة القوية العنيفة الشديدة بتيجي في المركز
التاني ودي وسع، اوعى وشك مع انثى برج الحمل، لازم ودانك تاكلك قوي انت كرجل مع الحملوية. كاريزمة انثى برج الحمل تضاهي وتناطح كاريزمة رجل برج الحمل الناري. الاتنين يتمتعوا بكاريزما شديدة جدا وملفتة جدا وفيها هيبة، ولذلك قلت وبقول واقول لو انت الشاب تبقى هايب قوي انك انت تروح تتعرف عليه. مقلق متوتر قلبك عمال بيدق، ولكن عجباك داخله دماغك، نفسك ان انت تقرب ومش عارف، نفسك ومش عارف. هي دي المشكلة مع الحملوية، فيها حاجة حلوة، فيها حاجة مختلفة. الحملوية فيها حاجة مميزة، الكاريزما بتاعتها لو احنا بنتكلم عن الكاريزما تيجي من أشد وأقوى وأعلى النساء في حلقة النهاردة، وإلا ما كانتش انفردت بالمركز الثاني، تزاحم وبقوة وتضغط وبقوة على صاحبة المركز الأول. اللي عايز أعرف مين توقعها وكتب وهيقول معايا بصوت دلوقتي واحد قبل ما أنا أقولها، يلا بينا نتعرف عليها. يلا، إذا ذكرت الكاريزما فوسع وأوعى وشك وأوقف صمت كده، واحتراما للأنثى اللي بتتصدر الترتيب والتصنيف عن جدارة واستحقاق في حلقة النهاردة، ألا وهي مين بيقول معايا؟ البرنسس زعيمة العصابة، أنثى برج الأسد الناري، بتتصدر كل النساء في حلقة النهاردة. لذلك لا عجب ان انا اقول لك من اكتر الاناث اللي بتتعاكس، رايحة الشغل، رايحة الدراسة، ماشية، واقفة في البلكونة، مش عارف ايه، لازم تتعاكس. اصلها بتشد، اصلها بتلفت، اصلها بتاخد العين وبتستفزنا احنا كرجال ونساء. خلي بالكم انثى برج الاسد لذلك محسودة، من الاناث المحسودة اوي، واللي تلاقي كله مركز معاها قوي وباصص لها قوي. خلي بالكم، ودي مش ميزة، الحسد عمره طبعا ما يكون ميزة، ده بيذهب النعمة من ايد البني آدم. لكن صراحة أنثى برج الأسد تتمتع بكاريزما ساطعة قاتلة فتاكة، يعني أكثر سطوعا يعتبر من كل نساء الأبراج، ولازم نديها حقها لما نتكلم عنها في موضوع زي بتاع النهاردة. وهي ايضا تستفز اكتر الرجال قوية الشخصية، انثى برج الاسد تحديدا، ومحدش بيسيبها في حالها. ما الحلقة دي ينفع نقول عليها كمان النساء اللي محدش سايبها في حالها، والنساء اللي كتير مركزين معاها كده. خلاص خلصنا موضوع حلقتنا، دوركم بقى تشيروا وتدوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا، ده لو عجبتكم يعني، وتكتبوا لي ارائكم، لان مباشرة هنزل دلوقتي اشوف بقى تعليقاتكم واتناقش